عليكم ورحمة الله وبركاته. عملاق فرنسا يطلب التعاقد مع نجم الزمالك مقابل 4 مليون دولار. قالت تقارير صحفية نقلا عن مصدر مطلع في الزمالك بأن نادي كبير في فرنسا قد طلب التعاقد مع لاعب ونجم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا على استعداده دفع نحو 4 مليون دولار لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن. وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة داخل مجلس إدارة الزمالك، والذي قال بأنه سوف يناقش الأمر في الجلسة المقبلة للمجلس، حتى ولو كان الاتجاه العام يشير إلى رفض العرض بسبب أهمية اللاعب في تشكيلة الفريق. وبحسب التقارير فإن عدة أندية في فرنسا قد طلبت التعاقد مع أحمد سيد زيزو خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن هناك عرض قوي من قبل نادي من أندية الصفا في البطولة الفرنسية قد تواصل مع إدارة الزمالك وعرض عليهم الحصول على توقيع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي القادم. وأوضحت المصادر المقربة من إدارة الزمالك بأن مجلس الإدارة يرفض بشكل قاطع التفريط في خدمات اللاعب، وخاصة لكونه يعد الآن هو أفضل لاعب في بطولة الدوري المصري، وخسارته سوف تشكل ضربة قوية بالنسبة للفريق، ومن الصعب تعويضه بلاعب آخر من داخل الدوري المصري.